السلام عليكم البنات، مرحبا بكم على القناة. اليوم ان شاء الله جيت باش نبروبوزي لكم واحد لو غراتان. هذا لو غراتان الي في ا باز دو بيرجين اي دو فيون داشي. ان شاء الله غادي يعجبكم و جو سو سور غادي تجربوه ويعجبكم. دونك للمقادير تاعنا غادي نحتاجو هنايا عندنا لا فيون داشي، نحتاجو معاها شويه نتاع لو تان. عندي هنايا زوج حبات فلفلة مشويين ومشوية ومقطعة هكا طروفة صغار، زوج حبات زوج فصوص ثوم، عندي شوية معدنوس. هنايا عندنا لوبيرجين، عندي زوج حبات كبار مشويين نتاع الفلفلة نتاع لوبيرجين باردون ومقطعين. الوغ نشوهم مليح حتى يطيبو يولو فغيمون طريين، ميقعدوش قاصحين، يلق فغيمون يكونو يدوبو كيما الزبدة. غادي نحتاجو معاها شويه تاع الكورنيشون، دو بواغ، دو كومان، دو سيل اي دي زونيون. هنايا راني رحيتهم، عندي زوج حبات موين رحيتهم، اي لا صوص بيشاميل. دونك بور بريباري نبداو نشعلو على لا بوال تاعنا. هنا نشعل على لابوال تاعي، نبدا نحط فيها البروميير دي شوز، نحطو لونيون. هنا في المقلة هنا حطيت شوية تاع زيت الزيتون، نبدا نقلي اللونيون تاعي. يا هلال اهلا اهلا كيف الحال. دونك فوالا، هنايا البصلة تاعي بدات تتقلى شوية، غادي نزيد معاها لا فيون داشي. دونك اون في روفنيغ لي زونيون تاعنا، اي لا اون فاجوتي لا فيون داشي. تو مباس لي لا فيون داشي سارة؟ وي لا جو راجوت لا فيون داشي. والله يرانا ويسمعنا نغفر زلة نوصل أهلنا. فوالا البنات، الكفتة تاعي هاي طابت، وكاني مخلطة هنايا درت غير البصلة مع الكفتة. لا جو في فينيغ اجوتي لي بوافرون. سارة تو مدار لي بوافرون؟ دونك هنا عندي التون تاني، غادي نجي نزيده مع الكفتة. دونك نزيد هنايا لي بوافرون، هنا جو في غابي لي غوس داي تاعي. لو تان هنا عندنا لو تان لي غادي نزيدو. Et maintenant, on va assaisonner sel, poivre et un tout petit peu de cumin. Donc là, on met le poivre. Attention. Le sel. تمشي بزاف اهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صارصا. نسيت باش نقولك نتاع هنايا غادي نزيد واحد شوية نتاع البابريكا دو، لا فلفلة حمراء حلوة. ها
هنا تقريبا كاع الحشو تاعنا صايره واجد لا باز نتاع الغراتا تاعنا حنا غادي نطفو عليها ونجو نزيدو لها لوبرجين هنا نجو نزيدو عليها لوبرجين اللي نكونو قصيناها في بيتي كوب نجمو غير نزيدو اون ليكراز وهنا نزو نزيدو لا بيشاميل تاعنا اللي انا كنت وجدتها ديجا من قبل بيشاميل كيما نعرفوها كامل انا ما تقلت ما درتهاش خفيفه بزاف نشوفو القوام تاعها كيفاش يكون ما خفيفه بزاف ما ثقيله باش ما يجيناش تاني لو غراتان جاري بزاف نخلطوا كاع المكونات مع بعض ما نساوش هنايا تاني نزيدو نرابو فيه ماما انا هنا نجي نرابي فيه واحد 3 حبات تاع لي كورنيشون تشوفوا فيها نزيد نكمل هذيك لا بيشاميل اللي بقات لي باسكو بلوس ما صرا نحرك جميع المكونات مع بعض ونوجدو ا كوتي ان غراتان ان مولا غراتان مول كي فاو فور ندهنوه بشويه نتاع دهان ولا زيت باش نتاعكم لو غراتان ما يلصقش اي اون با فيرسي نوتر ميلونج على الانتيريور ما ننساوش نزيدو شويه تاع الفرماج اوسي انا هنا غادي نزيد شويه تاع الموزاريلا الغرير تاعي دائما نديرها في الكونجيلاتور مي نكون شاريه بزياده باش ما يخسرليش هذه خرجتها من الكونجيلاتور مرحبا يا هلال اهلا اهلا كيف الحال قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصار مرحبا مرحبا يا هلال اهلا اهلا الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمع وعلى البنات القاطة تاعنا أني خرجت هنا من الفوق دونك راه واجد الكراتان تاعنا غادي نخليه هنا كيما هكا ومن بعد كل واحد يسيرفي في لاسيت تاعه ما غاديش ما بغيتش نكسر دروك باسكو وقت الفطور مازال دونك نتمنى ان شاء الله يكون يعجبكم هذا الكراتان وتسيوه وصفه تاع لوبرجين غادي يجي في سا دون هذاك لو غو فومي في لو كراتان سي فريمون تري بون دونك ان شاء الله تعجب يعجبكم وتجربوه وتخلوا لي كومونتير تاعكم باش نقراهم سا في توجور بليزير دو لير بو كومونتير دونك انا نخليكم في امان الله نقول لكم صحه فطوركم ولا صحه سحوركم نتلاقاو في وصفه جديده مع السلامه